تجدهم نائمين في مداخل البيوت أو في المراكز التجارية أو في جوانب الشوارع بحثا عن بعض الدفء. إنهم المشردون في فرنسا. وعلى مدار السنوات الماضية زادت في فرنسا حالات التشرد بعد أن كانت قد شهدت تراجعا، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية وتدفق المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط. ووفقا لإحصاءات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، فإن هناك نحو 12 ألف شخص ينامون في العراء، بينما توفي 566 مشردا عام 2018، بينهم أكثر من 100 في باريس وحدها. ويواجه المشردون في فرنسا انتهاكات من قبل الحكومة بسبب إجراءات الطرد التي يتعرضون لها من المخيمات والملاجئ الحكومية، والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يكفل الحق في السكن اللائق. في الواقع عمليات الإخلاء التي تحدث في جميع أنحاء البلاد لا تتم وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث طردت الحكومة المشردين الذين يعيشون في خيام غابات كالي للطريق السريع. هناك معايير لحقوق الإنسان يجب الوفاء بها، ولكن ذلك لم يحدث. ويموت أكثر من شخص كل يوم بسبب حياة لا مأوى في الشارع، وفي عام 2012 كان عدد المشردين في فرنسا يقدر بنحو 143 ألفا بحسب المعهد الوطني للإحصاء. كما كشفت دراسة أجراها مركز علم الأوبئة أن العدد المسجل لوفيات المشردين بين عامي 2012 و2016 تخطى 13 ألف حالة. وهناك فئات مختلفة من المشردين، تشمل من يعملون في فنون الشارع كي يكسبوا لقمة العيش، وبعضهم موسيقيون أو راقصون أو رسامون، وليس لديهم مأوى بسبب غلاء المعيشة وعدم قدرتهم على إيجاد عمل ثابت لهم. وهناك فئة أخرى من المشردين الذين يرفضون الانضمام إلى نظام عمل يحرمهم من تقاضي أي مساعدات مالية من الحكومة. وهناك فئة ثالثة تضم من يعانون من إدمان الكحول أو المخدرات، وفئة رابعة لأشخاص بلا أوراق هوية ولا مصدر دخل ولا مكان ثابت للنوم. نقيم هنا في هذه الصالة الرياضية منذ نهاية يناير، وهذا بمثابة تنبيه للرئيس مانويل ماكرون الذي يعيش على بعد مئات الأمتار من هذا المكان بحقيقة وجود أشخاص بلا مأوى. لقد اتصلت بالخط الساخن الذي من المفترض أن يساعد المشردين ولم أتلقى أي رد. ورغم وجود قوانين تكفل حق السكن للجميع، فهي لا تحمي الضعفاء وتبقى مجرد حبر على ورق. ويعد هذا العدد الضخم من ضحايا التشرد كل عام مؤشرا على كيفية تعامل الحكومة الفرنسية مع هذه القضية.